أنت مشكاة الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا يزال الحديث في شمائله عن تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان الكلام في نهاية المجلس الذي مضى عند حاله متواضعا صلى الله عليه وآله وسلم في صلته بأصحابه وصلته بمن حواليه سلما وحربا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. أوصافه تنطبع في أصحابه والذين معه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شدتهم على الكفار أورثتهم الرحمة بينهم، والرحمة بينهم أورثتهم الشدة على الكفار، أي الكفار الذين يحاربونهم، الذين يعتدون عليهم يؤذونهم. وأما الكفار الذين لا يعتدون ولا يتعدون فقد كانوا أهل رحمة بهم، أي كانوا أهل دعوة لهم إلى الخير، وما الدعوة إلا رحمة بهم حتى لا ينتهوا في هذه الدنيا إلى غضب الله ويموتون وهم كفار، فهم الذين يسعون إلى إنقاذ الكفار من النار وهي عين الرحمة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فركوعهم وسجودهم ابتغاء تقرب تزلف تذلل لله. ما ثمرة ذلك؟ قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وسيماهم في وجوههم، ما هي السيمة التي تكون من أثر السجود؟ ليست البقعة السوداء التي يظنها البعض التي تحصل في أعلى الجبهة، وإن كانت قد تدل على خيرية صاحبها لكن ليست هذه السيمة، وإنما سيمة السجود نور يكسى به الوجه، وأدب مع الله وتواضع وانكسار يبرز في وجه من ينبر إليه من أهل سيمة السجود. إذا رأيته هبته بكله، لكنك إن تأملت في وجهه رأيت أثر الأدب مع الله والتواضع لله بارزة من أثر ماذا؟ السجود. السجود خضوع لله، انكسار لله، ذلة. ما هو السجود؟ هو عين الذلة، أن تضع جبهتك وأنفك على الأرض لله سبحانه عز وجل. اللهم أحي هذه السيمة في أمة سيدنا محمد، فإننا أحوج ما نكون إليها. كم أضاعت الأمة بإضاعة سيمة السجود. والتوراة جاءت قبل الإنجيل، التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، والإنجيل على روح الله سيدنا عيسى عليه السلام. فجاء التعبير بالانكسار، ثم جاء التعبير بالبناء بثمرة، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. جاء هذا كله ثمرة بعد ذلك لأصل البشارة، لأصل الوصف، وهو سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا المعنى برز فيه صلى الله عليه وآله وسلم في سلمه وحربه كما جاء في الكلام قبل قليل. أما في السلم ففي مظاهر من تعاملاته مع أصحابه قرئت علينا في الحلقة التي كانت قبل ذلك، في حلقة من الحلقات التي مضت، ونقف الآن مع بعض أحاديثها. فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشارك أصحابه
في أن في عملهم، في خدمتهم، فيما كانوا عليه. كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله، يعني لقلة الدواب التي معهم وهم في جهاد في سبيل الله، كان كل اثنين ثلاثة يتناوبون على دابة، يركب أحدهم ثم ينزل، ثم يركب الثاني ثم ينزل، ثم يركب الثالث ثم ينزل، ثم ترتاح الدابة ثم يركب الأول، فيتعاقبون تارة يمشون وتارة يركبون. فقال كنا وعلي بن أبي طالب، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليهنهما ذلك. قال وكانت عقبة رسول الله، عقبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي دوره. قال فقال نحن نمشي عنك، أي لما جاء الدور لينزل من على الجمل فيمشي هو ويركب غيره، هم من محبتهم لرسول الله وأدبهم مع رسول الله، قال يا رسول الله نمشي عنك، يعني استمر أنت تركب، ولما يأتي وقت مشيك أنت نحن الذين سنمشي، اجعل علينا المشي وأنت تركب، نحن نمشي عنك. فقال ما أنتم ما بأقوى مني، هذا وجه الفروسية جهاد، وجه القوة، ما أنتم ما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم، وهذا الأدب لله عز وجل، أي أنا في تواضعي هذا، في انكساري، في مشي مثلكم لمقاصد عالية وهي معاملة مع الله عز وجل. فجعل العزة في كنه التواضع، جعلنا الله وإياكم من أهلها. الحديث الثاني جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن ماجه عن أبي مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل، الرجل جاء من البادية من الأعراب ويسمع عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وعن منزلته وعن مكانته وعن هيبته وعن إجلاله. فلما وصل عند الحبيب وصله ممتلئ بالحبيب، فلما نظر إلى الحبيب امتلأ هيبة له. وقد جاء في وصف الإمام علي بن أبي طالب لسيدنا محمد أنه قال من رآه بديهة هابة، يعني أن الإنسان إذا نظر إليه لأول وهلة يشعر بهيبة وإجلال له، بعظمة أمامه. من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه، أي رأى فيه التواضع واللطف والإحسان. من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه، جعلنا الله وإياكم ممن يكرمون برؤيته ومخالطته، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وهنيئا للصحابة سبق لم يلحقهم فيه أحد. جاء الرجل فلما جلس أمام النبي اهتز لهيبة رسول الله، فجعلت ترعد فرائسه، ترعد فرائسه، ترتعد، يرتجف. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم هون عليك، فإني لست بملك، لست بجبار، لست بمتجبر أو سأقتل أو سأضرب، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل الجديد. في رواية إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد، والجديد اللحم المجفف، كان الناس في حال الفقر إذا ذبح أحدهم أو وجد له لحم يجففون شيئا من اللحم ليستعينوا به على الحاجة بعد ذلك. فقال إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل الجديد، يعني مثل غيري من الناس. هذا المعنى الراقي في أدبه وتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وتنزله في, في, في تخاطبه مع الآخرين، أنا كغيري، أنا في الحديث الآخر إنما أنا عبد، الذي مر معنا في حلقة مضت، في حديث آخر لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسول، عبد الله ورسوله، أي المعنى أني لا أعيش حال محبة المنزل أو المكانة بين الناس. الصحابة الذين خاطبهم رسول الله بهذا الخطاب تواضعا منه وذلة لله وسمعوا منه ذلك، ما كان ثمرة هذا الخطاب؟ هل كان ثمرة هذا الخطاب جرأة على رسول الله أو انتقاص من قدر؟ حاشا لله، التواضع يورث الرفعة، واحذر من أن تظهر تواضع طلبا للرفعة، تواضع طلبا لمرضاة الله، يرفعك الله سبحانه وتعالى. فكانوا إذا قال لهم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عرفوا أنه لا يقال أنه ابن الله ولا يؤلى، لكن في نفس الوقت لم يتوقفوا عن مدحه. فجاء كعب بن زهير ببردته المشهورة، بانت سعاد في قلب اليوم ومتبول ومتيم إثرها لم يفد مكبول، إلى أن قال إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الهند، لأن سيوف الهند كانت يضرب بها المثل بالقوة. فقال له النبي بل من سيوف الله، مهند من سيوف الله مسلول، خلع عليه النبي بردته، ألقى عليه الرداء الشال البردة هدية له، فلم يمنع من المدح، لم يمنع من الإجلال،
كان الصحابة يستبيقون إلى أمره، يكادون يقتتلون على فضلة وضوءه، يتلقون نخامته يمسحون بها وجوههم تعظيما له صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، كما صح في البخاري وفي غيره من هذا الشان. فكلما ازداد تواضعا كلما ازداد منزلة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله.